في الفيديو السابق تعلمنا كيفية إيجاد شحنة ذرة في جزيء أو أيون معين. دعونا نتناول أمثلة أخرى في هذا الفيديو ونأخذ مثالا متعلقا بالأكسجين. الآن لنأخذ هذا المثال، سنحسب شحنة الأكسجين فيه. إذا سأمثل هذه الإلكترونات في الرابطة هنا. حسنا، كما نعلم أن الأكسجين هو في المجموعة السادسة، إذا لديه 6 إلكترونات تكافؤ. نعم، إذا 6 إلكترونات تكافؤ للأكسجين، ومن هذا الرقم سنطرح العدد الفعلي حول ذرة الأكسجين في هذا الجزيء. في الصيغة البنائية هنا طبعا من الرابطة يحصل الأكسجين على إلكترون واحد فقط. نعم، الإلكترونين أو إلكترونين الرابطة، واحد يعود للأكسجين والآخر يعود للكربون كما تعلمون. إذا الأكسجين لديه الإلكترون أو إلكترون واحد من الرابطة، ومن ثم هناك 6 إلكترونات أيضا. إذا هناك 7 إلكترونات كلية حول الأكسجين. لنطرح 7 من 6 ليصبح لدينا الناتج هو سالب واحد. إذا شحنة الأكسجين هنا هي سالب واحد. إذا بمجرد أن نرى الأكسجين برابطة واحدة فقط و3 أزواج من الإلكترونات الغير رابطة، مباشرة سنقول أن شحنته هي سالب واحد. إذا رابطة مع 3 أزواج من الإلكترونات الغير رابطة سالب واحد. ولنأخذ مثالا آخر يتعلق بالأكسجين. الآن لنأخذ هذا المثال، لدينا رابطة ثنائية مع بين الأكسجين والكربون، نعم بهذا الشكل، ونعلم أن هذه الرابطة تتكون من 4 إلكترونات، لنظهرها هكذا. الأكسجين لديه 6 إلكترونات تكافؤ حوله، لنرى كم عدد الإلكترونات حوله في هذا المثال. حسنا، في الرابطة الثنائية الأكسجين يحصل على 2 إلكترونات، ومن ثم لديه 2 من الإلكترونات الغير رابطة. إذا لديه 6 إلكترونات حوله في هذا المثال. إذا 6 نطرح منها 6 سيكون الناتج 0. إذا شحنة الأكسجين هنا هي 0. ودائما فعندما نرى الأكسجين برابطتين مع 2 من الإلكترونات الغير رابطة حوله، فإن شحنته هي 0. تذكروا هذا الشيء، يأتي بالممارسة فقط. لنأخذ المثال الثالث، وأيضا سيكون مع الأكسجين. دعونا نرسمه مع ذرة هيدروجين ورابطتين مع ذرة الكربون. مرة أخرى لنظهر الإلكترونات الروابط حول الأكسجين، أو إلكترونات الروابط حول الأكسجين، ومن ثم الإلكترونات، أو لا تنسوا هذه الرابطة. نحن نعلم أن الأكسجين لديه 6 إلكترونات تكافؤ، إذا 6. لنحسب الآن عدد الإلكترونات حول الأكسجين. سيحصل على إلكترون من كل رابطة حوله، من ثم لدينا 2 من الإلكترونات الغير رابطة. إذا الأكسجين لديه 5 إلكترونات حوله هنا. اطرح 5 من 6 والجواب موجب واحد. إذا شحنة الأكسجين في هذا المثال هي موجب واحد. أينما رأينا الأكسجين ب3 روابط وزوج واحد فقط من الإلكترونات الغير رابطة، سيكون عندها شحنته موجب واحد، وهذا لا يأتي إلا بالممارسة. لنأخذ مثالا الآن من نوع آخر، حيث يعطينا الشحنة على الأكسجين ويطلب منا حساب عدد الإلكترونات أو أزواج الإلكترونات الغير رابطة بهذا الشكل. حلقة سداسية وذرة الأكسجين هنا وعليها ذرتين من الهيدروجين، ومن المعطيات فإن شحنة الأكسجين هي موجب واحد. تذكروا أن الكيميائيين العضويين يفضلون رسم الشحنات على رسم أزواج الإلكترونات الغير رابطة. نعم، طبعا تحدثنا في الفيديو السابق عن طريقتين لحساب عدد الأزواج الغير رابطة. الطريقة الأولى وهي الطريقة الأسرع، قلنا أن الأكسجين في الدورة الثانية، لذلك يجب أن يتبع قاعدة الثمانية. يجب أن يكون هناك 8 إلكترونات حوله. 2 4، هنا يوجد 6 إلكترونات. إذا يمكن وضع زوج واحد فقط من الإلكترونات طبعا، ولا ننسى شحنة الأكسجين أساسا هي موجب واحد كما علمنا. طبعا هذه الطريقة الأسرع لعمل هذا. أما الطريقة الأخرى، نعم، ستكون لنرسم الجزيء مرة أخرى، لنرسم الأكسجين وذرتي الهيدروجين لكل منها، وسنظهر إلكترونات الرابطة. الآن لنرسم إلكترونات الرابطة في كل رابطة حول الأكسجين. الأكسجين لديه 6 إلكترونات تكافؤ. نعم، 6. إذا كان له شحنة موجبة، هذا يعني أنه خسر إلكترون واحد. أها، إذن سيصبح بدلا من أن يكون لديه 6 إلكترونات، الآن لديه 5 إلكترونات فقط حوله. كم عدد الإلكترونات الموجودة حول هذا الأكسجين في هذا المثال؟ يظهر
أنه 3 إلكترونات حول الأكسجين. إذا لديه واحد من كل رابط أيضا 3 إلكترونات، لديه 3 ويحتاج لخمسة، إذا يحتاج واحد زوج من الإلكترونات الغير رابطة نضعها هكذا، وهذا يعطينا شحنة موجبة واحدة للأكسجين. إذا طريقتين لإيجاد كم عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة حول الأكسجين. لنأخذ مثالا آخر ونجرب على ذرة هالوجين الآن، لنجعل أو لنجد الشحنة على ذرة الهالوجين. سأختار الكلور هنا، الكلور هو من الهالوجينات. سنرى الكثير من الأمثلة في الكيمياء العضوية حيث سيكون الهالوجين محاط ب8 إلكترونات. إذا ما هي شحنة الكلور هي؟ وآسف هنا، الكلور في المجموعة السابعة في الجدول الدوري، لذلك هو يحتوي على 7 إلكترونات تكافؤ حوله. لنرى كم العدد لدينا هنا، الأمور واضحة، هنا لدينا 8 إلكترونات. إذا نطرح من العدد 7 العدد 8، سيعطينا الجواب، الجواب سيكون -1. نعم، إذا شحنة الكلور هنا هي -1. طبعا إذا كانت شحنة الهالوجينات -1 فعندها ستكون مستقرة، لأن توزيعها الإلكتروني أصبح كتوزيع الغاز النبيل حينها. طبعا والهالوجينات لها كهروسلبية عالية جدا، لذلك من السهل عليها الاحتفاظ بشحنتها السالبة لتبقى مستقرة. دعونا نتناول مثال آخر الآن، وهو النيترو ميثان، وسأكتب اسمه هنا وسنقوم برسمه أو برسم الصيغة البنائية له. إذا النيترو ميثان، طبعا لرسم الصيغة البنائية الميثان تدل على وجود ذرة كربون واحدة فقط، وفي العادة الكربون لديه 4 روابط مع الهيدروجين، لكن هنا لديه 3 روابط مع الهيدروجين فقط، لأنه مرتبط بذرات النيتروجين. إذا هذه 3 ذرات هيدروجين حوله، وسنضع النيتروجين هنا. نعم، والنيتروجين هنا مرتبط برابطة ثنائية مع الأكسجين ورابطة أحادية مع أكسجين آخر. إذا هذا هو جزيء النيترو ميثان. لنظهر إلكترونات الروابط في جميع الروابط في هذا الجزيء بهذا الشكل. طبعا أنا أفعل ذلك ليسهل علينا حساب الإلكترونات المحيطة بكل ذرة من ذرات هذا الجزيء. نعم، بهذا الشكل والرابطة الأخيرة. والآن أي ذرة نريد أن نحسب لها شحنتها؟ دعونا نحسب الشحنة لكل ذرة في هذا الجزيء لتكون مراجعة لجميع ما تعلمناه بخصوص هذا الموضوع. لنبدأ مع الكربون. إذا ذرة الكربون في المركز هنا، ونحن نعلم أن الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ. لنرى كم إلكترون حوله. في هذا المثال من الواضح أن لديه 4، إذا 4 نطرح منها العدد 4 يساوي 0، إذا الكربون لديه شحنة تساوي 0. ماذا عن مثلا الهيدروجين؟ لنأخذ الهيدروجين الآن. الهيدروجين في المجموعة الأولى ولديه إلكترون تكافؤ واحد فقط في الجدول الدوري. لديه، إذا هو في المجموعة الأولى لديه إلكترون واحد فقط، هنا لديه إلكترون واحد أيضا فقط، إذا واحد نطرح منها العدد 1 ويساوي 0. طبعا نفس الشيء لكل ذرات الهيدروجين في هذا المثال، ما ينطبق على هذه الذرة ينطبق على جميع ذرات الهيدروجين. والآن دعونا ننتقل إلى النيتروجين ونحسب شحنته هنا. النيتروجين في المجموعة الخامسة، نعم إنه في المجموعة الخامسة من الجدول الدوري، أليس كذلك؟ نعم، في المجموعة الخامسة. إذا 5، ونحسب هنا 2 4، من هنا أرى أنه يوجد فقط 4 إلكترونات. إذا نطرح العدد 4 من الرقم أو من العدد 5 سيعطينا الجواب موجب 1. إذا شحنة النيتروجين هنا هي موجب 1، سأكتب هذا هنا. والآن دعونا الآن نحسب شحنة الأكسجين. دعونا نبدأ بالأكسجين في الأعلى هنا. هنا لنحدد عدد الإلكترونات، طبعا هو في المجموعة السادسة 6 إلكترونات تكافؤ، هنا يظهر لديه 6 إلكترونات أيضا. إذا الأكسجين شحنته 6 ناقص 6 صفر. إذا شحنة الأكسجين في الأعلى هي 0. ماذا عن الأكسجين في الأسفل هنا؟ 1 2 4 6 7، 7 من الإلكترونات حوله في هذا المثال. هذا الأكسجين في الأسفل، وهو لديه 6 إلكترونات تكافؤ أيضا، لذا 6 ناقص 7 ويساوي
سالب واحد. إذا شحنة الأكسجين في الأسفل هي سالب واحد. نعم سأكتب هذا هنا. إذا جميع ذرات هذا الجزيء صفر إلا النيتروجين فهي موجب واحد، والأكسجين هي سالب واحد. طبعا الكيميائيين سيختصروا هذا، لن يرسموا كل هذه الأشياء، سيقولون انظروا لدينا CH3 مجموعة الميثان، ومن ثم على ذرة الكربون هذه لدينا النيتروجين برابطة ثنائية مع الأكسجين وبرابطة أحادية مع الأكسجين الآخر، وسيضعون هنا شحنة موجبة على النيتروجين وشحنة سالبة أخرى على الأكسجين. لاحظوا أن كلا الصيغتين بنائيتين هنا لديها نفس المعلومات، لكن الرسم على اليمين هو الطريقة الأسرع لرسم الصيغة البنائية للنيتروميثان من الرسم على اليسار. يجب عليكم أن تتمرنوا على أمثلة متعددة أخرى لتتقنوا مهارة حساب شحنات أي ذرة في أي جزيء أو أي أيون.